ذكر الله سبحانه وتعالى طمأنينة القلوب وراحة الأرواح وسعادة الأفئدة. يا جماعة، بذكرك يا مولى الورى نتنعم، وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا. شهدنا يقينا أن علمك واسع وأنت ترانا، ثم تعفو وترحم. وداوي بذكر الله قلبك، إنه لأشفى دواء للقلوب وأنفع، والله من أنفع الأدوية لقلوبنا ذكر الله سبحانه وتعالى. نحن بننشغل بالناس، هذا طويل وهذا قصير. ذكر الناس داء وذكر الله دواء. نحن بنترك الدواء ونروحنا عند الداء. الغيبة والكلام على الناس بمرض القلوب يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى جعل طمأنينة قلوب المؤمنين بذكر الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة قلبك وين؟ طمأنينة وراحة السمك بالماء. طمأنينة قلبك بذكر الله وذكر الله سبحانه وتعالى. يا أحبابنا، والله لا يعدله شيء. شيء غالي كتير أنك أنت تستيقظ كمسلم في الصباح، تصلي الفجر، تذكر رب العالمين خالق الأكوان كلها، تعتمد عليه، تتحصن بأذكار الصباح، تقول له يا رب اعتمدت عليك، توكلت عليك، فوضت أمري إليك، يا رب احمني من كل شر ومن كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. إنك أنت تلتجئ إلى الله في كل صباح، في كل مساء، في كل لحظة. وكل ما زدت في الذكر، كل ما زدت في التوكل على الله وذكر رب العالمين، ذكر رب العالمين، أصبحت قريبا من الله. كيف لا وأنت مذكور عند الله؟ فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يا أحبابنا، أنت تذكر الله بلسانك، فإذا بالله تعالى يذكرك سبحانه وتعالى بالنعيم، بالثواب، بالأجر عند الملائكة، بصير اسمك محفوظ، بصير لك مكان عالي عند الله سبحانه وتعالى من خلال ذكر الله. ذكر الله تعالى عبادي كثير عظيم يا أحبابنا. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أزكى أعمالكم وأعظمها عند مليككم، وخير لكم من أن تجمعوا الورق والذهب، الفضة والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقه ويضرب أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله شيء كتير عظيم، لذلك لا تغفل عن ذكر الله. شبه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله بمثال إيش؟ قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ما هو الفارق بين الحي والميت؟ هي الروح. واحد عنده روح وواحد ما عنده روح، ما بيفرق الأوزان، ما بتفرق العيون، هذا عنده عيون، هذا عنده عيون، هذا عنده، هذا كله مثل بعضه. لكن ما هو الفارق؟ الروح. واحد فيه روح الحي، والميت نزعت منه الروح. معناها اللي ما بيذكر الله نزعت منه الروح، واللي بيذكر الله الروح فيه. لذلك كأنه يقول لنا: حياة القلوب، روح الأرواح هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا نغفل عن ذكر الله يا جماعة. دخلت للبيت، بسم الله، اذكر أذكار دخول المنزل. خرجت من المنزل، أذكار الخروج من المنزل. عند الطعام، أذكار الطعام. عند رؤية الهلال، الأذكار الواردة. عند المرور بالمقبرة، الأذكار الواردة. عند النوم والاضطجاع، الأذكار الواردة. عندما ترى مناما جميلا أما مناما غير جميل، الأذكار الواردة. حصن نفسك بكتاب الأذكار. كانوا مشايخنا يقولوا: بيع الدار واشتري الأذكار. اشتري الأذكار ليه؟ لأنه هو أغلى من دورنا. دورنا رح نتركها، أما هاي الأذكار اللي منذكر رب العالمين فيها رح تتم معنا إلى قبورنا، وبتتم تآنسنا، بتتم سعادة إلنا. ذكر الله خير عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الغافلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين. خلي إلك وجبي كل يوم، وجبي بالصباح، وجبي في المساء من ذكر الله تعالى. ما أجمل أن تخصص لنفسك
كل يوم 100 أستغفر الله، ومئة صلاة على سيدنا رسول الله، ومئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نسأل الله أن يعيننا وأن يعينكم، إنه هو السميع العليم.